أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. موقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة الآن خادم فرحان وكابتن سبوك التنينة ومضيفة هذه الحلقة. الصحافة السعودية تفننت في عناوينها ليوم المباراة. نشاهد عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم: دول يرفض إيمانه ويراهن على البديل وغوستافو واثق من الفوز. في الحياة: كميخ آلية اختيار الحكام عرجاء والناقور، الحكام لن يقفوا ضدنا. في الاقتصادية: مع النصر والهلال جلال لا يستغني عن الأحمر. في الرياضي: موت لاعب سعودي خلال التدريب. وعنوان آخر للرياضي: شاعرة تتشاجر بسبب النصر. في شمس: النصر والهلال يبددان شتاء الرياض بديربي نار. وعنوان آخر: أبو ثنين يرفض الشلهوب وماطر يطالب بإبعاد الحادث. في صحيفة النادي: ديربي الغضب. والمدينة: النصر والهلال ديربي تكسير عظام. وأخيرا مع صحيفة الشرق الأوسط: عبد الرحمن بن سعود وعبد الله بن سعد رموز أشعلت تاريخ الديربي. طيب نأخذ التوقعات، جاهزين؟ ما عندنا مشكلة. كابتن خالد، النصر والهلال؟ أنا بالنسبة لي قلت لك توقعاتي إذا في مساحات. عطني رقم ونتيجة. أنا أعطيك بالنسبة لي، أنا أقول التعادل. تعادل؟ إيجابي. إيجابي 1-1. 1-1. أتوقعها فوز هلالي بهدفين. 2-0 ولا 1؟ ولازال أنا جماهير نصراوية توقع. إيه 2-0 ولا 1؟ وان خالد اول شيء قال 2 والحين غير رايه قال تعادل. اتكلم عن هذيك نواحي فنيه بحته، لكن اتوقع لا توقع. نتائج اتوقع 2-0. 2-0. طيب الاتفاق والرعد؟ 1-0 الاتفاق. 1-0 الاتفاق. اتفاق والرعد؟ انا اتوقع الرعد. الرعد كم؟ 1-0. 1-0. شوف ضيف حلقه الغد. مسلي المعمر الكاتب والناقد الرياضي المعروف، عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال. كابتن خالد شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم على الاستضافة وأتمنى أن نكون يعني المشاهدين استفادوا منا إن شاء الله. تصفوك شكرا أخوي تركي وتحية كل أخوان المشاهدين. شكرا لكم. نذكر فقط مدراء المدارس، رحم الطلاب من طابور الصباح الساعة 6 برد، وعندنا غدا 11:30 في أمان الله.